من المعلوم أن نهوض النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بدعوته ونجاحه في تأسيس ذلك الكيان الإسلامي في غضون 23 سنة من عمله المبارك في هذه الدعوة للرسالة الإلهية، لا شك أن ذلك من أعظم إنجازات النبي الذي استطاع أن يقدم مفاهيم مختلفة ويقلب الأمور رأساً على عقب في الجزيرة العربية، ويقدم لتوسع الإسلام وانتشاره إلى مديات واسعة في العقود اللاحقة، مع التحفظ على بعض المفردات التي حصلت هنا وهناك أو بعض العناوين. الصورة الإجمالية أن ما حققه النبي صلى الله عليه وآله في هذه السنوات القلائل لا شك وأنه إنجاز عظيم ومن أهم ما قدمه النبي صلى الله عليه وآله. ابن خلدون، العلامة ابن خلدون في مقدمته طرح نظرية يقول في خلاصة هذه النظرية هكذا، طبعاً عنده نظريات كثيرة طرحها في مقدمته، واحدة من نظرياته التي طرحها ومن أهمها، قال بأنه ما من دعوة تنجح ولا دولة تقوم إلا وتحتاج إلى العصبية العشائرية. من دون العصبية العشائرية لا يمكن لدعوة أن تنجح ولا يمكن لدولة أن تقوم. وقال بأن كل دعوات الأنبياء بما فيها دعوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ودولته هي ضمن هذا القانون، ولولا هذا التعصب العشائري لم يكن ليكتب النجاح لذلك. وقال بأنه لو كان هناك مهدي منتظر فإن دولته أيضاً ودعوته أيضاً ستقوم وسيعتمد على العصبية العشائرية. واستخف بما نهض به بعض الذين قاموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتصحيح واقعهم بأنهم عندما لم يعتمدوا على هذا الأمر قراءة خاطئة لكيفية تحقيق النجاح في الدعوات وفي إقامة الدول، قال كتب لهم الفشل في ذلك. واستقرأ التاريخ، قدم نماذج عديدة في التاريخ الإسلامي وبرهن، حاول أن يبرهن من خلال ذلك على صحة هذه النظرية الاستقرائية التحليلية. وقال بأن الإسلام عندما حارب العصبية فإنما حارب العصبية للباطل، لم يرد الإسلام أن يقتلع العصبية من جذورها، وإنما العصبية للباطل. أما العصبية للحق فهو أمر مطلوب، وبه تحقق ما تحقق لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله. الحقيقة أن هذه النظرية ملفتة للنظر وتستدعي التفكير والمناقشة، وفيها جوانب عديدة. سأتناول في هذه الخطبة جانباً واحداً فقط، علاقة نجاح النبي في دعوته وإقامة دولته بالعصبية العشائرية أو العصبية كعنوان عام، مع التأكيد بأن أي مناقشة في هذا الإطار لا يعني الاستخفاف بما قدمه ابن خلدون من نظريات في مقدمته. فهذا الإنجاز الذي هو هذا الكتاب المقدمة، مقدمة تاريخه، هذا الإنجاز يعد إنجازاً علمياً راقياً وكبيراً ومهماً، ولكن هو في النهاية جهد بشري قابل للخطأ وقابل أن يقدم أمراً قاصراً عن أن يحيط بالحقيقة الكاملة. فلنأتي للموضوع، مناقشة الموضوع خطوة بخطوة حتى نكون الصورة الكاملة. أولاً، ما هو المفهوم اللغوي للعصبية؟ من أين جاءت هذه الكلمة؟ العصب
هو الرباط بين المفاصل. أكو رباط اليوم إحنا نسميه رباط، العرب في السابق يسمونه عصب، اللي يربط بين عظمتين مثلا هذا يسمونه عصب العرب. ولأنه أكو رباط فبالتالي الأهل والأقرباء يسمونهم عصبة، لأنهم يرتبطون مع بعضهم البعض. ولأن الإنسان يشعر بشعور قوي ويرتبط بارتباط قوي مع هؤلاء الأقرباء بحيث أنه يندفع لنصرتهم والدفاع عنهم، يقولون عن هذا ماذا؟ عصبية. هذا كله من ناحية اللغوية. من ناحية المفهومية نقول بأن العصبية هي في واقعها انفعال شعوري متطرف يدفع الإنسان إلى التخلي عن المبادئ والقيم والأخلاق من أجل شيء واحد، من أجل شعار، من أجل عنوان، أو من أجل شخص، ولا يهمه إن كان على حق أو على باطل، كل ما يهمه هو الانجذاب إلى هذا العنوان أو هذا الوجود وبالتالي الدفاع عنه والابتعاد عن سائر الوجودات التي تختلف مع هذا الوجود، سواء كان عشيرة، كان حزب، كان دين، كان وطن، كان قوم، كان مذهب، أياً كان، اندفاع شعوري متطرف. ولذا العصبية أيها المؤمنون هي حالة من حالات إلغاء العقل. العصبية يعني تحط عقلك وراء ظهرك وما تنظر إليه فقط هو هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص أو هذا العنوان اللي هو الحزب أو عنوان الدين أو عنوان المذهب أو عنوان الوطن أو عنوان القوم أو غير ذلك من العناوين، وبالتالي ينجذب إلى كل ما ينجذب إلى هذا العنوان أو الشخص، ويبتعد بل ويتصادم مع كل ما يتصادم أو يختلف مع هذا العنوان ومع هذا الشخص. وبالتالي هل يمكن أن نقول أن هناك عصبية للحق وعصبية للباطل؟ لا، هذا كلام مو صحيح. ولذا أعتقد رأيي الشخصي أن ابن خلدون سقط سقطتين، سقطة مفهومية في فهم معنى العصبية، وسقطة تطبيقية عندما أراد أن يطبق القضية على النبي وعلى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. السقطة المفهومية هي هذا، أن ماكو شيء اسمه عصبية للحق. العصبية يعني توقف مع الحق والباطل، هذا معنى العصبية، لأن انفعال شعوري يلغي دور العقل والتفكير وينحو مع الاتجاه الآخر سواء كان على حق أو باطل. شلون يكون أكو عصبية حق وأكو عصبية للباطل؟ ما له معنى هذا الكلام. ليس الحديث أيضا هنا عن حب ومشاعر تجاه الأهل والأقرباء. الإمام زين العابدين عليه السلام وضح لنا القضية بشكل كامل، قال: وليس من العصبية أن يحب الرجل قومه، هذه مو عصبية، ولكن العصبية أن يعين قومه على الظلم. لما نساعد أهلك على الظلم هذه هي العصبية اللي إحنا نتكلم عنها. إذن مدام أكو ظلم إذن أكو باطل، مدام أكو باطل إذن ماكو شيء اسمه عصبية مع الحق وعصبية مع الباطل. الآن تعال معي في جولة مع الآيات القرآنية ومع الأحاديث النبوية ومع كلمات أمير المؤمنين عليه السلام لنرى الموقف الإسلامي الحقيقي من قضية العصبية سواء عشائرية أو غيرها. وعندنا آيات كثيرة وأحاديث كثيرة، لكن أنا انتقيت هذه الآيات والأحاديث. بسم الله الرحمن الرحيم، في سورة المائدة الآية الثامنة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يعني الموقف الإسلامي ينبني على التقوى،
ما ينبني على أن هذا ولد عمي وهذا من عشيرتي وهذا من وطني وهذا من قوميتي وهذا من ديني وهذا من مذهبي، ما ينبني على هالأساس. أينما يكون العدل هذا هو مقصدكم وهذا هو اتجاهكم، هذا هو الموقف الإسلامي. اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذا أنتم متقين ويجب أن تكونوا متقين فإذن مقصدكم العدل، فالعدل من التقوى، من تقوى الله عز وجل. هل هذا يتناسب مع ترسيخ العصبية العشائرية وغيرها؟ أبدا، بالعكس هذا يخالف ويضرب العصبية العشائرية. الآية الثانية، والآية الثانية مهمة ورائعة في تعبيرها، وإن كنا أحيانا قد لا ننتبه إلى المفاهيم التي تتضمنها هذه الآية والتعبيرات الرائعة. بسم الله الرحمن الرحيم، سورة الفتح آية 26. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، ماذا جعلوا؟ الحمية، حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليم. صورة مقارنة بين حالتين، حالة الجاهليين الذين تتفاعل مشاعرهم بشكل متطرف كأن أكو نار حمية، شيء حامي ساخن داخل قلوبهم يحركهم لاتخاذ المواقف بحيث أن يكون اندفاعهم في أي اتجاه، اتجاه العشيرة أو اتجاه الحزب أو أي اتجاه الدين أو أيا كان، دون تفكير، دون تفكير. وهذه صفة جاهلية حسب التعبير القرآني، أي إنسان يكون بهذا الشكل فهو قد أخذ صفة جاهلية، حمية الجاهلية. الصورة المقابلة صورة الهدوء والسكينة، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. ليش؟ لأن الإنسان يحتاج إلى التفكير حتى يأخذ الموقف الصحيح ويتصرف بشكل صحيح. هذه السكينة عطية من الله سبحانه وتعالى لكل مؤمن، فلا تتخلى عنها. مدام أنت مؤمن انتبه أن تكون في حالة سكينة وهدوء، ثم فكر ما هو الموقف الذي هو أقرب للتقوى وبالتالي يكون أقرب للقيم والمبادئ والحق والعدل، اتجه باتجاهه. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، يعني خطكم خط التقوى مو خط العشيرة ولا أي عنوان آخر، خط التقوى، والتقوى يستدعي العدل كما قرأنا في الآية السابقة. إذن سكينة، تفكير، ابحث أين هو الموقف العدل الذي يتوافق مع التقوى فاسلكه. ثم تأتي الآية وتقول وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. أنتم أهل التقوى، عشيرتك التقوى، أكو عشيرة كبيرة أوجدها الله سبحانه وتعالى هي عشيرة المتقين، هي عشيرة لعنوانهم عنوان التقوى، فماكو عنوان عشيرة، أكو عنوان التقوى. أنتم أهل التقوى، أنتم أحق بالتقوى، إذن أنتم أحق بالعدل، وبالتالي كل حكم عندكم يجب أن يكون مبنياً على العدل، لا على عنوان العشيرة ولا القومية ولا الطائفة ولا المذهب ولا الدين ولا كذا. فكر أين هو العدل فاسلكه، قد يكون مع دينك من حيث سلوكيات أفراده، وقد يكون مع مذهبك من حيث سلوكيات أفراده، وقد يكون عند شخص كافر ما يلتقي معك في الدين، لكن الحق معه في هذا الأمر، في هذه المفردة، حين ذاك عليك أن تقول كلمة الحق، نعم هو على حق، أنا أخطأت في هذا الأمر. هذا هو البناء اللي يبني الإسلام. عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: من قاتل تحت راية عمية، راية تعميك،
راية ما تخليك تفكر، تغمض عيونك وتركض باتجاهها. من قاتل تحت راية عمية، ومتى يصير هذا الشيء؟ يصير هذا الشيء لما يكون أكو عصبية، وبالتالي يغضب لعصبة أو ينصر عصبة أو يدعو إلى عصبة فقتل، قتل قتلة جاهلية، قتلة جاهلية. موت هذا في الطريق الجاهلي، مو في الطريق الإسلامي. وعنه صلى الله عليه وآله: من تعصب أو تعصب له فقد خلع ربقة الإيمان عن عنقه، يعني تخلى عن المبادئ الإسلامية. لماذا؟ لأن الإسلام ألغى العصبية وأقر مكانها ماذا؟ كلمة التقوى والعدل والمبادئ والقيم والحق. فمن يلتزم بما ألغاه الإسلام فقد التزم بالسلوك الشيطاني والسلوك الجاهلي، والتزم بالصفة الجاهلية. ومن التزم بالتقوى وكلمة العدل والحق فقد التزم بالمنهج الإسلامي، وبالتالي أبقى ربقة الإسلام في عنقه. وعن أمير المؤمنين في الخطبة القاصعة سلام الله عليه، تلك الخطبة الرائعة، مقاطع فقط منها بشكل متقطع، وهو يتحدث عن الشيطان وعصبية الشيطان، قال: اعترضته الحمية فافتخر على آدم بخلقه وتعصب عليه لأصله فعدو الله. وخلها ببالك هذه، إمام المتعصبين، فعدو الله إمام المتعصبين وسلف المستكبرين الذي وضع أساس العصبية، اللي رسم هذا المنهج إبليس، واللي واقف على أول الخط إبليس، وكل من يركب على هذا الخط ويسير فهو يهتدي بهدى إبليس أو يقتدي بإبليس. ماذا كانت النتيجة؟ أحبط عمله الطويل إبليس وجهده الجهيد. فاحذروا عباد الله أن يعديكم بدائه وأن يستفزكم بندائه وأن يجلب عليكم بخيله ورجله. ومن أخطر نداءاته هي نداء العصبية، هو نداء العصبية. صدقه، يقول سلام الله عليه، صدقه به أبناء الحمية اللي في قلوبهم ما عندهم المفاهيم الإسلامية مترسخة، بسرعة يستفزون مع النداء الشيطاني. صدقه به أبناء الحمية وإخوان العصبية وفرسان الكبر والجاهلية. ما هي النتيجة؟ فأصبح أعظم في دينكم جرحاً وأورى في دنياكم قدحاً من الذين أصبحتم لهم مناصبين وعليهم متألبين. يعني حطمتم دينكم ودنياكم أكثر مما حطمتم أعداءكم بسبب تمسككم بالعصبية التي أسسها إبليس. هذه المفردات وغيرها من النصوص هل يمكن أن تتوافق مع النظرية التي طرحها ابن خلدون، حيث قال بأن النبي صلى الله عليه وآله إنما انتصر من خلال العصبية العشائرية أو أي عصبية أخرى، خاصة ونحن نعلم بأن سورة تبت يدا أبي لهب وتب وهو عم النبي صلى الله عليه وآله جاءت في مكة. هل تأتي آية قرآنية لتطعن في شخص من عشيرة النبي، عم النبي، لتقول بعد ذلك أن الإسلام يعتمد أو اعتمد في بنائه ووجوده وأن الحج المنتظر عجل الله تعالى فرجه سيعتمد على العصبية العشائرية من أجل أن يؤسس دولته؟ أبداً، ما يمكن هذا الكلام. لقد ألغى الإسلام العصبية واستبدلها بمفهوم آخر، وهو الاستقامة على المبدأ والالتزام بالمبادئ. الاستقامة على المبدأ والالتزام بالمبادئ، الالتزام بالتقوى. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. إذن ما في عصبية، أكو استقامة، استقامة في التقوى والالتزام بالمبادئ، أي أنه أنشأ رباطاً لا علاقة له بالأشخاص ولا بالعناوين كالعشيرة والقوم واللون، بل بالتقوى والحق والعدل والقيم السامية
والمبادئ الأخلاقية وبمقدار التزام الآخر بذلك، فأنت تستقيم معه وتلتزم منهجه وتنصره وتدافع عنه. نحن إنما نتولى رسول الله صلى الله عليه وآله على طول الخط، ونلتزم منهجه ونستقيم على خطه، لا تعصباً له، بل لأنه الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ونحن نتولى علياً عليه السلام على طول الخط، ونلتزم منهجه ونستقيم على خطه، لا تعصباً له، بل لأن علياً مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيثما دار. فاستقامتنا في نهج رسول الله وفي نهج آله الأطهار ناشئة من ذلك، وليست هي عصبية لانتمائهم للبيت القرشي أو للبيت الهاشمي أو للبيت العلوي. إن العصبيات تنسينا فكرنا ومبادئنا وقيمنا وكل الوعي الذي نحمله فيتحول المثقف البارز والمتدين التقي والباحث الخبير في الشأن السياسي وغير هؤلاء ممن يتحلون بالوعي والمسؤولية إلى أسرى للخطاب الغرائزي العاطفي الانفعالي، فتغيب الحكمة ويستحكم الانفعال، وتنعدم لغة التهدئة، فيرتفع ما أنعم الله به على عباده من السكينة وهدوء الفكر التي هي من أسس حفظ وتنمية أي يعيش التنوع المذهبي والعشائري والقومي والحزبي. إن علينا دائما أن نتذكر أن إمام المتعصبين ومؤسس العصبية هو إبليس الرجيم، قيمين على طريق الحق أي الإمامين نتولى وعلى أي النهجين نسير. اللهم اجعل هذا البلد آمنا.